ايش مشكلتك مع شيرين عبد الوهاب؟ طيب شيرين ترى في في اغلب سوسي يشغل اغاني شيرين في العالم يقولون يحب شيرين. صوت مصر انغام ولا شيرين؟ بالنسبه لي والله كلهم كويسات بس شيرين ممتازه. شيرين احب اغانيها ولكني كرهتها من تالي. ليه؟ بسبب حبيب يا رجل كرهتني في المحبه كل ابوها. ليه؟ وش يقول؟ قاعد كاتب فيها ابيات. اوه اقول لك هو يفوز علي دائم المواقف، هو شاعر اللحظه. يقول عادي عادي لو يخونون كل المحبين. محبين دام المحبة كل صارت الحين هبة هبة, هبة. والله ما تلقى في هذا الوقت وافين، واللي تحب من كاس الخيانة يصبه الناس غير الناس. في وقتنا الحين الناس باللي قبلنا ما تشبه، عادي لو يخونون كل المحبين. دام الخيانة صارت الحين هبة، هذا طريق ندقت فيها ألا مرين. واللي يخون الله ربي وربه وأكبر مثل شيرين ومثال شيرين حتى كرهتنا المحبة. يا الله.